في ناس كتيرة بتقع في غلطة كبيرة جدا لما بتيجي تفرش صيدلية، بيفرشوها بصورة خاطئة. المفروض إن الصيدلية بتفرش مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة. بيبدأوا بالمرحلة التالتة قبل التانية والأولى. ازاي بقى الكلام ده؟ المرحلة الأولى وهي أساسيات الصيدلية، من كل مجموعة في صنفين ثلاثة مشهورين جدا بيتباعوا في أي منطقة شعبية أو غير شعبية، وليكن مثلا مجموعة الباراستيمول أشهر حاجة فيهم البنادول ثم البرامول وهكذا. بنمشي مع كل المجموعات سواء ضغط وسكر، أدوية تكرارية، أوتو سي. من أدوية الأوتو سي بناخد اللي خصوماتها عالية جدا، في حاجات خصوماتها معدية 40 في أشربة الكحة والبرد والكلام ده كله مثلا. طبعا انت مش هتقنعني ان انت لما تيجي تجيب كنكور في الصيدلية هتجيب زيه نفس الكمية بيستول مثلا. فده احنا بنتكلم في النقطة دي، بنجيب أشهر الأدوية سواء تكرارية أو غير تكرارية. فرشنا غلط بقى وجبنا استوكات كتيرة غلط، وبقى عندنا رواكد ورأس مالنا اتحول لاستوكات في الدواليب، والمبيعات لسه قليلة والصيدلية مش معروفة، وأصبح بندفع الإيجار من جبنا والمرتبات، واتخنقنا سنة ونص وخلاص، يا هنصفي يا هنأجر، هنتصرف ازاي؟ طبعا المرحلة التانية كنا المفروض ان احنا بنفرش الصيدلية اي عميل هيدخل هناخد من الدواء اللي هو اللي احنا ما جبناهوش هو بيسأل عليه، وهنبتدي نوفر له سواء البان او ادويه معينه. المرحله الثالثه ان احنا بنكمل اي ادويه ما جبناهاش اثناء طلبيه الفرش، وخلاص بقى اشتغلنا وبعنا وعملنا مثلا مكاسب، فخلاص ان احنا بنجيب اي دواء في السوق مش فارق معانا يروح اكسباير او ما يرجع. وطبعا احنا في اول ما نرخص الصيدليه بنتعامل مع مخازن على اساس ان احنا هنجيب علبه من كل صنف، مش هنجيب كميات، فالكميات مناسب للشركات الكبيره لو هنجيب شريحه مثلا بالبونص، لكن الخصومات العاليه في القطعه والقطعتين لازم المخازن. فبالتالي مش لازم يبقى عندي اكسبير ده خالص، لان انا مش هعرف ارجع اكسبير ده للمخازن، الاكسبير بيرجع للشركات فقط لا غير، ده لو رجع يعني. خلاص اللي حصل حصل والكلام مش هيجيب نتيجة، وتورطنا في كمية استوكات ورأس مالنا اتحول لأدوية. هنعمل ايه بقى قبل الأدوية دي ما تروح اكسباير وتترمى؟ لأن هي لو راحت اكسباير ده أنا مش هعرف أرجعها، فأقل الخسائر بخسائرها هتخسر فيها، هتخسر فيها أقل حاجة هتخسر 10%. يعني ما انت خسرت، ما انت ركنتها سنة ونص على الرف، يعني هي عشان ما تخسرش كمان المفروض كانت تتباع في خلال أقصى 6 شهور، لأن انت بتحاسب مال. هنحول كل الاستوكات دي الرأس مال في المخزن اللي احنا بنتعامل معاه، هنروح نبيعه له كنظام مشتريات، لانه مش هياخدها منك مرتجعات، لان انت مش واخدها من عنده هو بس، انت واخدها من اماكن متفرقه. ده غير ان عدى عليها سنه وسنه ونص، هتديها له نظام مشتريات هتخسر فيها بتاع 10-12% ده لو اقل الخسائر يعني. وبعدها هتبتدي تجيب اساسيات الدواء اللي انت ما جبتهاش، وهتبتدي تجيب الادويه اللي العميل بيسال عليها. وخد فكره سيئه جدا عن الصيدليه لما بيجي مره واثنين وثلاثه ويلاقي الدواء بتاعه مش موجود، لان انت خلاص توقفت عن الطلبات، انا ما ببيعش وعندي ادويه كتيره. ماشي، ما انت عندك ادويه كتيره وفي نفس الوقت عندك نواقص، مفيش توازن، مفيش تناسق، الصيدليه اتفرشت غلط، مش هنعيد وهنزيد بقى. هتاخد الادويه الناقصه من العميل تطلبها له في نفس اليوم وتبعتها له بالدليفري او يجي يستلمها منك. تالت حاجه بقى هتعمل تركيبات برفانات، احنا داخلين على الصيف بقى والموسم بتاعها وعلى الاعياد، والحاجات دي موجوده في العتبه ما اقولكش، كتيرة جدا ومكاسبها عالية جدا أكتر من الأدوية. هتروح عند الجامع الأحمر هتجيب أزايز أشكال وألوان هناك، وهتجيب جميع أنواع البرفانات وتعمل كده باترينة كويسة كده ظريفة لطيفة في الصيدلية تلفت بها نظر الجمهور، وخصوصا لو أنت في حتة شعبية وبيجي لها زوار من جميع أنحاء العالم زي الحسين، السيدة زينب، السيدة نفيسة. هتبتدي بقى تعمل تركيبات زيوت وتعمل بانر كده ودعايه على النت، وبانر قدام الصيدليه ودعايه على صفحه الصيدليه على النت، انا عندي تركيبات زيوت طبيعيه. الحاجات دي بتجيب نتائج احسن من حاجات شركات، يعني شركه ماكرو حاجتها غاليه جدا وهي زيوت طبيعيه برضه. هتبتدي بقى تجيب زيت الزيتون بالكيلو، زيت اللوز المر، زيت اللوز الحلو، زيت الجوجوبه، زيت الارجان، روز، زيت اكليل الجبل اللي هو الروز ماري ده احسن حاجه للشعر. وتبتدي تعمل بقى سيرم للبشره، سيرم فيتامين سي بزيت الورد، تركيبة زيت كذا، الناس بيجذبها جدا الحاجات دي. المهم ان هي الرجل تيجي على الصيدلية ما تبقاش هادية، يعني كون ان حد يجي ياخد ازازة برفان او حد يجي ياخد او يسأل حتى وما ياخدش عن تركيبة زيت شعر، ده في حد ذاته انجاز تدوير لعجلة الانتاج اللي كانت واقفة وصدت واصطاد كلها، وانت لسه قاعد بتندب حظك وبتقول انا مش ببيع، انا خلاص هقفل، انا خلاص هأجر. اعمل عملية انعاش للصيدلية، احياء من اول وجديد. وفقكم الله جميعا.